معنا فيدا من الإسماعيلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاجة اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا اقتتلوا بينهم، فإن فأصلحوا إيه بينهما مثنى. فإن فاءت إحداهما على الأخرى فإن بغت إحداهما على مش بغى الأخرى مش بغى فإن باغ الباء مرققة يا حاجة والغين مفخمة. فإن باغت باغت فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق، لا حتى تفيء أي ترجع حتى حتى تفيء. تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، بالعدل بالعدل وأقسطوا. بس يا حاجة ما تقوليش بالعدل وتحط ياء، هي بس كسرة لام كسرة لي. بالعدل وأقسطوا. بالعدل وأقسطوا، نعم إن الله يحب المقسطين. المق لا المق المق المقسطين، بس ما تسكتيش كده يعني، يعني ما تتكلفيش. إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. لا المقسطين. المقسطين. اتدربي عليها بقى يا حاجة، بس هي إيه محتاجة تقلقلي الحرف القاف. معلش يا شيخ قطبوا. أنا مش بعرف أطبق أحكام الحرف. لا إن شاء الله هتعرفي واحدة واحدة، والإنسان أنا حضرت بيتعلم من 64 سنة يا التكرار. شيخ. نعم؟ عندي 64 سنة يعني بحاول يعني. لا عادي ان شاء الله، يعني ربنا يبارك في عمرك. العلم لا يعرف النقطة الأخيرة، طول ما الإنسان عايش بيتعلم، واحنا بنساعدك وقناة الناس بتساعدك الله يصلح حالك. يا رب. ماشي يا شيخ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك وحفظك. معنا زينب من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت لا اقفي على الوقف. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. تبا قلقلي القباء. تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لا أصليها مع بعض. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم لا ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا زينب.